خير واهلا وسهلا وسلام بالجميع. اليوم بدنا نحكي عن جزء من اسرار التسوق في كندا، بس مش عم نحكي عن التسوق، عم نحكي عن شغله حلوه جدا للتخلص من الاشياء الزايده عندنا. زي ما انتم شايفين وراي في زي حاويتين، هذول الحاويات وظيفتهم انه الناس اللي عندهم شغلات دونيشن ما بدهم اياها وبدهم يسووا لها ريسايكل بحطوها بهذا البوكس. هذا البوكس للاشياء اللي شايفين حاطين شو الشغلات اللي بياخذوها، الالعاب، الاواعي، الاحذيه، اللاينرز، كل الشغلات هاي الشغلات اللي ما بياخذوها. اوكي، وطبعا هذه بيروح دعمها، هاي مثلا الكنديان كوميونيتي سبورت فاونديشن. هدول فاونديشن تقدر تدخل على موقعهم وتشوف شو بيسووا باللغتين الفرنسي والانجليزي. هون حاطين هاي بتروح ل بروتكتد بولوشن اند هابيتانت، هذا موقعهم اذا بتحب تروح وتشوف. فبشكل عام هذه البنز مشهورة كتير في كندا، موجودة كتير عند أماكن وخاصة المدارس. إحنا كنا يعني عنا ملابس زيادة وعنا أحذية زيادة وعنا أشياء كتير زيادة موجودة في بيتنا، فبدك تتخلص منها بدل ما تزدها في القمامة وتنكب وتروح هباء منثورة. ممكن تحطها في هذا المكان، هدول بيرجعوا بيعملوا لها يا إما إعادة ريسايكل أو بوزعوها على الفقراء اللي محتاجين. حركة جميلة جدا، موجودة يمكن في كل شوبينج مول، موجودة في أماكن كثير كثير في كندا، وفعلا فعلا يعني حركة حلوة. بشجع إنه في دولنا العربية تصير هاي الشغلة، وحبيت بس أشارككم هذا الصباح الحلو اللي شوية تشيلي هيك بارد، بس الحمد لله الأمور تمام. يلا أعطيكم العافية، سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل